اليمنية من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. غارات سعودية على العاصمة صنعاء وتدمير آليات سعودية في قصف على موقع العمود العسكري الحدودي. والله لا يرضى لا الله ولا رسوله ولا بشر ولا مسلمين، والله حرام حرام. عوائل في داخل البيت هدوا عليهم بيوتهم. غارات متكررة على صعدة واستهداف مباشر لأعمال الإنقاذ. أتت الفكرة من إحدى الزميلات إنه إحنا كيف نبدأ نعمل مشروع إغاثة. تفاقم الأزمة المعيشية شجع المبادرات الفردية لإغاثة العائلات اليمنية المنكوبة. قبل الدخول بتفاصيل اليمنية نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. قتل عدد من أبرز قاتدي داعش في القلمون بعد استهداف حزب الله تجمع للمصالحين في شرق جرود عرسال، وعرف من بين القتلى السعودي وليد عبد المحسن العمري. مراسل الميادين أفاد بأن حزب الله أوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف داعش بجرود القاع ورأس بعلبك شرق لبنان بعدما دمر 5 آليات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة وعددا من الدراجات النارية لتنظيم داعش. مراسل الميادين في لبنان أفاد أيضا بأن المقاومة تستكمل مطاردة مصالحي داعش بعدما صدت هجوما له باتجاه نقاط عدة في المنطقة. في سوريا انسحب عناصر الجيش من اللواء 52 مدفعية أكبر المواقع العسكرية في ريف درعا الشمالي، وتمكنت الفصائل المسلحة من دخوله، كما أفادت مراسلة الميادين في سوريا بوقوع تفجير انتحاري نفذه عنصر من داعش كان يرتدي حزاما ناسفا في مقر لقوات الشرطة الكردية الأسايش بالقحطانية بريف الحسكة، وسط أنباء عن وقوع إصابات. في العراق استشهد شرطيان وأصيب 5 أشخاص بينهم رئيس مجلس ناحية عمرية الفلوجة شاكر العيساوي نتيجة هجوم شنه 3 انتحاريين على المجلس. في سياق موازن وجهت القوات العراقية ضربات صاروخية بالراجمات إلى مواقع تابعة لداعش ما أدى إلى مقتل 22 مسلحا بينهم 5 أجانب في قاطع الحراريات والفلوجة. وفرضت السلطات المحلية حظر تجوال في المدينة شرق الأنبار بعد التفجيرات. قائد القوات البرية الإيرانية العميد أحمد رضا بردستان اعتبر أن داعش ونصرة يرتكبان جرائمهما في سوريا والعراق نيابة عن الولايات المتحدة. واتهم بردستان في حفل تكريم المحاربين القدامى الإدارة الأمريكية باعتماد سياسة تحريض بعض المذاهب الإسلامية على بعض، مشيرا إلى أن داعش هو إحدى أدواتها لتنفيذ هذه السياسة. على صعيد آخر استدعت القاهرة السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على لقاء مسؤولين أمريكيين شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين في واشنطن. من جهة ثانية استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي بشدة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن حقوق الإنسان في مصر، موضحا أنه مستيس ويفتقر إلى أبسط قواعد الدقة والموضوعية. تواصل القوى السياسية في ليبيا محادثاتها في المغرب للتوصل إلى اتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية، ويحضر الجولة ممثلون على المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته ومجلس النواب المعترف به في طبرق وشخصيات سياسية مغربية. المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون قال في افتتاح الحوار إنه قدم مسودة جديدة لحل الأزمة، مشيرا إلى أنها تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل والترتيبات الأمنية. نهاية الموجز، عودة لمتابعة النشرة. أفاد مراسل الميادين في اليمن باستشهاد مواطنين وبإصابة آخرين في قصف للتحالف استهدف مديرية همدان غرب صنعاء. طائرات التحالف شنت سلسلة من الغارات على مقر وزارة الدفاع في العاصمة، كما استهدفت مأرب وعدن. في المقابل أكد مصدر عسكري يمني تدمير دبابة وإعطاب أخرى في قصف للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف موقع العمود السعودي. مشهد الدم يتكرر في سحار، الشهداء مدنيون بينهم أطفال، من نجا يعاني بين آلامه الجسدية وحزنه على من فقده.
لحد 6 ما بين شهداء وجرحى، ما قد حجر على الحصيلة، عاد ما زالوا تحت الأنقاض بعضهم. مناطق مختلفة من صعدة تعرضت لغارات في الساعات الأخيرة، منها مثلث شدى الحدودي ومنطقة بني بحر في ساقين في مديرية باقم. الدخان والدمار باتا يغلبان على المشهد. العاصمة اهتزت على وقع غارات أصابت مجمع العرضي التابع لوزارة الدفاع. استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية يتواصل. هكذا بدا مبنى الاتصالات في منطقة همدان. شردونا من بيوتنا، دمروا بيوتنا، ايش استفيدوا من هذا؟ شمالا أصاب القصف منشآت سكنية وحيوية في اليتمة. هذه المنطقة تحررت أخيرا من مسلحي القاعدة. أما الجبهة الحدودية فبدت مشتعلة. الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفا أهدافا في العمق العسكري للسعودية في جيزان ونجران. أنباء تحدثت عن تدمير آليات حاولت التموضع في موقع تويلق الذي جرى اقتحامه للمرة الثانية قبل أيام، ما أدى إلى احتراقه ومقتل جنود سعوديين. جنوبا قصف التحالف السعودي أهدافا في الضالع، علما أن المنطقة تقع تحت سيطرة مناصري الرئيس عبد الرب منصور هادي. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الضالع تزامنت مع قصف وصف بالأعنف استهدف مواقع في بئر أحمد والعريش شمال غرب المنصورة. ما بين الغارات والمواجهات يتواصل مسلسل النزوح من المناطق الساخنة في عدن، ما يساهم في تأزيم كارثة إنسانية تهدد 20 مليون يمني. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. إذن أحمد، نسأل بداية عن حصيلة الغارات حتى هذه الساعة بداية من الصباح، أي حصيلة غارات اليوم على صنعاء وعلى مجمل المناطق اليمنية لو سمحت؟ نعم فتون، بالنسبة لصنعاء ما زال الهدوء يخيم على العاصمة مع استمرار التحريق المتقطع لطائرات التحالف وسماع أصوات المضادات الأرضية. إجمالا مع الغارات أو حصيلة الغارات التي شنتها طائرات التحالف منذ الصباح على العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، وتركزت بشكل كبير على محافظة صعدة ومأرب وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى كالضالع وأيضا تعز الواقعة في وسط اليمن. هناك أكثر من 40 غارة بحسب ما قاله مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية. هذه الغارات استهدفت العديد من المناطق في محافظة صعدة، منها مناطق الظاهر وشدة والملاحيص، واستهدفت هناك منازل ومزارع مواطنين. أيضا كان هناك غارات استهدفت مجموعة من نافلات الوقود في منطقة المهادر ومناطق أخرى في محافظة مأرب الواقع إلى الشمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وهذه الغارات بحسب ما قالته المصادر المحلية استهدفت حصن آل الأمير ومنزل أحد المواطنين بمنطقة الأشراف وأيضا معسكر ماس الواقع تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية التابعة لأنصار الله. وأيضا كان هناك غارة استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمنطقة الجدعان مخلصة خسائر مادية بحسب المعلومات. هذه الغارات على محافظة مأرب تأتي في وقت تشهد المحافظة أو العديد من الجبهات في مداخل مدينة مأرب العاصمة مواجهات عنيفة بين الجيش المسنود باللجان الشعبية لأنصار الله ومن الجهة الأخرى مسلحي الإصلاح المسنودين أيضا بعناصر من القاعدة وأيضا عناصر من الجيش الموالي للرئيس عبد الرب منصور هادي. هذه المعارك تركزت بشكل كبير في مناطق الجفينة والطلعة الحمراء في منطقة صرواح. وهناك وزارة الدفاع اليمنية تتحدث عن مواصلة أبطال الجيش كما قالت واللجان الشعبية تك أوكار العناصر الإرهابية بحسب تعبيرها في أحياء مدينة مأرب، وتحدثت بأن مواجهات عنيفة ما زالت تدور في الجهة الجنوبية والغربية للمدينة. وأيضا قالت الوزارة بأنها كبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. نعم أحمد، وماذا عن آخر تطورات على الحدود اليمنية السعودية؟ على الحدود الوضع ما زال ربما ساخنا بشكل كبير. هناك مواجهات تدور على عدة محاور، وعلى امتداد الحدود بين
محافظتي صعدة وحجة. هناك أيضا قصف مدفعي وصاروخي متبادل من الجانبين، والمعلومات الأخيرة تشير إلى استمرار إطلاق الجيش اليمني واللجان الشعبية للعديد من الصواريخ واستهداف مواقع تمركز الجيش السعودي. هناك مصادر عسكرية قالت بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقوا منذ صباح اليوم أكثر من 50 صاروخا وقذيفة استهدفت مواقع سعودية في منطقتي نجران وجيزان. نعم، أيضا إن ما تحدثنا أكثر عن تدهور الوضع الصحي والمعاشي أيضا في مناطق يمنية عدة، لو تحدثنا عن الوضع وتعطينا صورة مجملة. نعم، الوضع الإنساني يزداد تدهورا من يوم إلى آخر. اليوم مثلا فتون وزارتي الكهرباء والنفط أعلنت عن توقف، أن سبب توقف محطات الكهرباء جاء بسبب منع تحالف العدوان كما قالت وزارة الكهرباء دخول المازوت، وبالتالي هذا الأمر قد يستمر طويلا، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الوضع الإنساني بشكل كبير، لا سيما في المستشفيات وأيضا في العديد من المنشآت الحيوية والمرتبطة بتقديم الخدمات اليومية للمواطنين. اليوم العديد من المستشفيات ربما تضررت بفعل الغارات المستمرة وأيضا بفعل الحصار المفروض على اليمن. الكثير من المستشفيات أغلقت، هنا في صنعاء أغلق تماما مستشفى 70 للأمومة والطفولة بفعل الغارات التي استهدفت محيط المستشفى وتحديدا معسكر قوات الأمن الخاصة. أيضا هناك مستشفيات في العديد من المحافظات اليمنية وتحديدا مراكز الغسيل الكلوي أغلقت على نحو نهائي في العديد من المحافظات كأب والحديدة ومحافظات أخرى. أيضا الوضع بالنسبة للنازحين يزداد تدهورا، وربما هو وضع كارثي بشكل كبير. أتحدث هنا عن أوضاع النازحين في المحافظات التي نزح إليها الكثير من المواطنين، عمران وأيضا حجة، كما هو الحال بالنسبة للمحافظات التي تشهد مواجهات عنيفة، كما هو الحال بالنسبة لمحافظة تعز وسط اليمن التي أعلنت بالأمس من قبل 50 منظمة إغاثية كمدينة منكوبة بفعل المواجهات المسلحة الدائرة منذ أكثر من شهرين في العديد من أحيائها الآهلة بسكان، ما أدى الأمر أدى إلى نزوح أغلب سكان هذه المدينة إلى القرى، وهذا الأمر أيضا أدى إلى ضغط كبير على القرى. وأيضا هناك تناقص حاد أو نقص حاد في المواد الغذائية، في مياه الشرب، في أيضا في المواد الطبية بالنسبة للمستشفيات في هذه المدن وتحديدا محافظة تعز والمحافظات الجنوبية الأخرى كعدن ولحج والضالع. نعم، أشكرك كل الشكر مدير مكتب الميادين في اليمن، كنت معنا من صنعاء أحمد عبد الرحمن. وأنتقل أيضا إلى عدن وإلى الصحفي عبد الخالق الحود لأسألك أيضا عن المشهد الآن في عدن لو سمحت عبد الخالق. نعم فتون، قبل ساعة من الآن شنت طائرات التحالف 5 غارات جوية استهدفت مناطق التماس والمعارك في منطقة بئر أحمد وبئر علي وأيضا مزارع جعوان. هذه المناطق فتون تقع للشمال من مدينة عدن، تحديدا هي في محيط مدينة المنصورة. هذه الغارات كانت عنيفة بشكل كبير، حيث اهتزت لها منازل القريبة من المنطقة كحيي التقنية وأيضا حي مدينة الشعب وكذلك مدينة إنماء. الغارات أيضا تزامنت واشتباكات على الأرض تدور منذ أكثر من 5 أيام في تلك المنطقة التي تبعد عن مدينة البريق الاستراتيجية بأكثر من 15 تقريبا كيلومتر. هذه المنطقة التي يحاول الجيش الوصول إليها وقطع الطريق الواصل بين مدينتي البريقة التي يتواجد فيها مصفات عدن وكذلك بقية المناطق التي تسيطر عليها المقاومة الجنوبية وهي تحديدا المنصورة والشيخ عثمان والمندارة، وهذه المناطق تقع إلى شمال مدينة عدن. هذه المحاولات حتى الآن لم تنجح، خاصة وأن طائرة التحالف ظلت تحلق وتستهدف التعزيزات التي تصل من الجيش من منطقة العند وأيضا منطقة صبر إلى هذه المنطقة المواجهات، كذلك التعزيزات الكبيرة التي
تضخ بها المقاومة الجنوبية حالة دون تمكن الجيش من السيطرة على الطريق. المعارك هناك لا زالت محتدمة بشكل كبير، وأصوات القذائف تسمع بشكل متوازي. هناك قصف أيضا متبادل بأسلحة الكاتوشة، بعض الصواريخ وبعض أيضا القذائف الهاون تصل إلى بعض المناطق السكانية، تؤدي أيضا في بعض في كثير من الأحيان إلى سقوط مدنيين، قتلى وجرحى بحسب المصادر الطبية في المدينة كتول. نعم، وأيضا حالات النزوح تتزايد. عبد الخالق، لو تحدثنا أكثر عن حالات النزوح في عدن تحديدا. نعم، أضحت حالات النزوح أيضا مشكلة كبرى، خاصة مع تزايد أيضا المعارك التي وصلت إلى المناطق التي أصلا هي مناطق نزوح في الأصل، نزح إليها السكان من المناطق التي سقطت بيد الجيش قبل أكثر من شهرين، هي مناطق التواهي والقلوعة وأيضا منطقة المعلة وكريستر، نزحوا إلى مناطق المنصورة. الآن مناطق المنصورة تشهد مواجهات عنيفة، تصل بعض القذائف كما أسلفت قبلا إلى هذه المناطق التي تكتظ بالنازحين، ما يؤدي إلى أيضا إلى نزوح آخر باتجاه مناطق ربما تكون غير آمنة، خاصة وأن الطريق الواصلة إلى محافظة عدن تعد طرق خطرة ومقطوعة، وهي دائما ما تستهدف من الطرفين المتحاربين وكذلك من الطائرات التي تقع إلى الطريق هذه. نعم. التي تخرج من محافظة عدن، هذه الطريق تقع بمناطق التماس ومناطق المواجهات، بالتالي المرور عبرها يعد خطورة كبيرة. أيضا هناك مشكلة كبرى وهي مسألة الكهرباء، الناس في عدن يعانون من حر شديد، تصل درجة الحرارة في محافظة عدن الآن مع دخول الصيف إلى 45 درجة في بعض الأحيان. أيضا الكهرباء تنقطع بشكل كبير في بعض المناطق وهي مقطوعة منذ شهرين في مناطق أخرى، ما يؤدي أيضا إلى ازدياد حالات الأمراض التي تفشت في مدينة عدن. هنا حمى الضنك، المصادر الطبية فتون تتحدث عن عشرات الإصابات بحمى الضنك، وأيضا قتل أيضا هناك من قضى بحمى الضنك في المناطق التي أضحت بلا رعاية طبية من قبل المنظمات الدولية وكذلك من قبل المنظمات المحلية بتون. نعم، الصحفي عبد الخالق الحود كنت معنا مباشرة من عدن، شكرا جزيلا لك. سياسيا، رحب 12 مكونا سياسيا و41 حزبا سياسيا يمنيا بأي دعوة يوجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لعقد مؤتمر يمني في جنيف من دون شروط مسبقة. الأحزاب قالت في رسالة بعثت بها إلى بان كيمون إن العدوان لا يزال يعمل على عرقلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لاستئناف الحوار. وأضافت الأحزاب إن العدوان يسعى إلى الانقلاب على بعض مرجعيات العملية السياسية التي جرى الاتفاق عليها. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي ونائب رئيس اللجنة الثورية العليا نايف القانس. أهلا بك سيد القانس، أبدأ معك بهذا الخبر إذن الذي أوردناه، وهو هذه الرسالة التي أرسلت من قبل مكونات وأحزاب سياسية يمنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. ما هي قيمة هذه الرسالة وخصوصا بأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كان موجودا في اليمن وكان مطلع على كل ما يجري وعلى حقيقة الوضع حتى السياسي؟ شكرا جزيلا. هناك لعبة تلعب من أجل تعطيل مؤتمر جنيف وأيضا حرفه عن مساره من قبل الدول العدوان وأولئك الهاربون الفارون من الوطن الداعون للعدوان على هذا الشعب الذي يعاني وصامدا منذ شهرين ونصف. الرسالة تضمنت في فحواها بأن يكون هو الحوار يمني وأن تشترك فيه المكونات السياسية. حسب ما جرت آلية الحوار السابق في برعاية الأمم المتحدة ومندوبها جمال ابن عمر، هناك نتفق هنا على شيء ونتفاجأ بنتائج أخرى، بأن هناك من يحاول أن يجر الحوار ما بين أطراف ليست هي أساسا موجودة في المكون السياسي اليمني، لأن هناك خلال الحوار والحوار الذي قام على ثلاث أساسيات أو ثلاث مرجعيات وهي
المبادرة الخليجية ومخرجة الحوار واتفاق السلم والشراكة. هناك أيضا تجاهل في عملية هذه المرجعيات حتى من قبل مندوب الأمم المتحدة الذي يقول بأن اتفاق السلم والشراكة هذا ليس شرعيا، مع أنه نحن الآن هذا الحرب وهذا العالم يقول بأنهم يحاربوا على شرعية الحكومة الممثلة ببحاء. طيب هذه الحكومة وهذا هادي الهارب من أين جاء؟ أليس هما من ضمن مخرجات اتفاق السلم والشراكة؟ فإذا عطل اتفاق السلم والشراكة عطلت هذه الحكومة الذي بيدعو شرعيتها، ونحن لا نرى فيها شرعية وقد انتهت. وإذا علينا أن نرجع إلى المرجعية الأساسية، لو عطلت مثل هذه فهي عملية تراكمية، إذا لا ستسقط المخرجات، ستسقط المبادرة الخليجية، إذا علينا أن نعود إلى شرعية ما قبل 2011. هذا إذا أرادوا أن يتلاعبوا في كل ما وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا. أنصار الله زاروا موسكو وأيضا تحدثوا عن أنهم يريدون جنيف وسيكونون في جنيف بدون شروط مسبقة. من ناحية ثانية خالد بحاح نائب رئيس الدولة قال أن مؤتمر جنيف هو مؤتمر تشاوري لا تفاوضي، بمعنى تنفيذ قرار الأمم المتحدة، ونحن نعرف أن قرار الأمم المتحدة يحمل عدة نقاط من بينها تسليم سلاح أنصار الله وانسحابهم من المناطق التي كانوا فيها، عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحكم من جديد. إذن كيف يمكن أن ينجح جنيف في هذه الحالة؟ أولا خالد بحاح ليس له مرجعية سياسية ينتمي إليها حتى يكون هو جزء من الحوار. خالد بحاح كما ذكرت لك أجا حسب اتفاق السلم والشراكة، حكومة كانت مشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة. القرار 22/16 لمجلس الأمن هو ليس قرارا، وإنما هو عبارة عن شروط للسعودية اشترت فيه هذا القرار بأموالها، وأيضا انحراف المجتمع الدولي عن المواثيق الدولية وعن قانون الأمم المتحدة وعن كل المواثيق الإنسانية تجاه ما يحدث باليمن. والدليل في ذلك ما قامت به بريطانيا التي استنكرت سقوط صاروخ سكود على الأرض المعتدين، على الغزاة، على المجرمين الذين يقتلوا الشعب اليمني منذ 75 يوما، وهذه كلها واستخدمت كل الأسلحة الفتاكة المحرمة بحق الشعب، ولم نسمع صوت من هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي أنها تقف مع الجانب الإنساني. اليوم هنا تفضح نفسها ويفضح هذا القرار الظالم الغاشم الذي جاء أيضا هو جزء من العدوان، لأنه هو القرار هذا 22/16 هو الذي الآن يراعي أو يعطي غطاء لهذا العدوان الذي طال الحجر والبشر وكل ما هو إنساني داخل اليمن. فإذا علينا اليوم أن نرجع إلى الأمم المتحدة بميثاقها الذي أسست من أجله، ونترك هذا القرار لنعود إلى القرارات السابقة. وإذا أرادت الأمم المتحدة أن تنفذ قرار 22/16 عليها إذا أرادت أن تنفذ قرار 22/16 عليها أن تنفذ كل القرارات بما يخص القضية الفلسطينية، ونحن سنتحمل هذا القرار بكل تبعاته وظلمه. الذهاب إلى جنيف سيكون على أساس التفاهم بين المكونات اليمنية والأمم المتحدة من أجل إيقاف أولا العدوان، ومن ثم نتحاور للخروج من هذه الأزمة. هذا الكلام وحديثك حضرتك يقودنا إلى سؤال مهم، وهو شكل التسوية المتوقعة ما بين الأفرقاء اليمنيين في حال التوصل إلى هذه التسوية في جنيف أو غير جنيف، خاصة بأنه كل أهداف الحرب فشلت وكل أهداف الغارات حتى الآن من قبل من يشنون الغارات لم تحقق. لابد من تسوية سياسية إذن. نعم هو لابد من تسوية سياسية، ونحن قلناها من البداية، وهذا العدوان لم يصل إلى شيء، وإنما هو استهدف المواطن اليمني، استهدف الأطفال، استهدف النساء، استهدف البنية التحتية، دمروا كل شيء، ولهذا فقصفهم هو قصف عدواني وعدائي وسقوط أخلاقي. إذن شكل اليوم التسوية أيضا نعطيهم شكل التسوية التي يمكن أن يقبل فيها كل الأطراف السياسية اليمنية أو كل الأفرقاء اليمنيين على حد سواء. التسوية الذي يجب وهي الذي ستتم أن يشارك كل
أبناء الشعب اليمني في حكومة قاد وطني بكل المكونات السياسية، ومن لفترة مؤقتة لا تزيد على 6 أشهر، لندخل إلى انتخابات حرة ومباشرة، ونحن مستعدين حتى أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة. هذه هي الذي يجب أن يعمل، ويجب أيضا أن يفصل الحوار، إننا الحوار فيما بيننا كيمنيين يجب أن يمضي من حيث انتهينا عليه في تحت رعاية الأمم المتحدة. وهناك حوار ما بين اليمن والمعتدية السعودية، هذا جانب آخر. لكن اليوم أنا أقول لك إنه الآن نحن كيمنيين نعطي هذه الدولة الغاشمة التي لا تعرف إخلاقية الحرب دروسا في الحرب، دروسا في الرد. نحن عندما نستهدف داخل العمق السعودي نستهدف معسكرات، تعالي أعطيني إن الجيش اليمني واللجان الشعبية قتلت مواطن سعوديا واحدا أو قتلت طفلا أو شيء. كل أهدافنا مركزة على المواقع العسكرية، ونرويهم يعني نثبت للعالم بأن هذه هي أخلاقيتنا، وهذه هي سمو أخلاق الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية. بينما هؤلاء ليس لديهم أخلاق، منحطين تماما، وكل ما مارسوا من العدوان. لو أن هناك تطبيق لميثاق الأمم المتحدة فإن السعودية ستعاقب في الجنايات الدولية، ويتم أيضا تكاتف العالم عليها نتيجة لعدوانها. حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن سيشارك في جنيف، ومن سيمثل هذا الحزب؟ نحن سنشارك ومنتظرين النايد. هناك سيمثله الأمين العام المساعد إن كان هناك شخصا واحدا، وإن كان هناك أكثر من شخص سوف نتفق على الشخص الآخر. فهذه هي بالنسبة لنا، سنذهب على هذه الثوابت وعلى ما تم الاتفاق عليه سابقا في الحوارات السابقة، لأن العودة إلى الصفر معناته هو إرباك للعملية السياسية، وأيضا إرجاع الأزمة إلى مبتداها. أنصار الله كما ذكرت قبل قليل توجهوا إلى موسكو، وأيضا هناك حديث عن زيارة للسعوديين إلى موسكو وللملك السعودي إلى موسكو. نسأل هنا عن دور روسيا المتوقع حلحلة هذه الأزمة اليمنية والوضع اليمني بشكل كلي، وأيضا دور روسيا في الوصول إلى تسوية معينة. الأصدقاء الروس هو لابد أن يكون دورهم محوري وإيجابي، وهذا ما نعشم إليه، وهو ما رأينا نتائجه اليوم من خلال لقاء وفد أنصار الله مع الأصدقاء الروس. أضف إلى ذلك بأن روسيا إذا ظلت في منع عن التدخل السريع في ما يحدث في اليمن، فأنا أعتقد بأن هذا هو يشكل خطرا كاملا على المنطقة وعلى المجتمع الدولي وعلى روسيا وعلى كل المنظومة الدولية. لأننا الآن نقف أمام مواجهة صنفين من البشر، صنفين من البشر داخل مملكة العدوان. صنف هو يفتقد إلى الذاكرة، يعني يعاني من الزهايمر، وصنف آخر مراهق لا يعرف أصول العسكرية ولا يعرف أصول الحروب ولا يعرف إخلاقية الإنسانية، عاشت في الملاهي وفي الترف وفي كل ما هو سقوط إخلاقي، واليوم تطبق هذه السقوطات على أرض الواقع. نعم، إذن لنركز أكثر على الدور الروسي، هل من معلومات معينة لربما سربت حول هذا الدور في المستقبل، وخاصة بأنه يعني الأطراف تتوجه الآن إلى موسكو؟ ماذا يطلب من موسكو؟ روسيا هي منذ البداية هي كان لديها مبادرة، ولو أن الجميع عمل بالمبادرة الروسية كانت الأمور ستكون إلى أفضل حال، ولا ما ذهبنا إلى ما ذهبنا إليه. اليوم الجميع كلا في موقف محرج بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الغطاء لآل سعود في العدوان هي الآن في موقف محرج أمام شعبها نتيجة ما يمارسه هذا العدوان من جرائم.
اليوم روسيا هي تبرور مبادرة ستكون إن شاء الله مرضية لكل الأطراف، ومن خلال لقاءاتها مع أنصار الله وأيضا مع الأطراف الأخرى أكيد حيكون أو حتكون الرؤية الروسية هي محور النقاش في مؤتمر جنيف. نعم، أشكرك كل الشكر رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي ونائب رئيس اللجنة الثورية العليا السيد نايف القانس، كنت معنا من صنعاء، كل الشكر لك. فاصل قصير ونعود لاستكمال اليمنية، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى اليمنية. معاناة أهل صعدة لا تزال مستمرة مع تواصل غارات التحالف السعودي على البلاد واستهجان لاستهداف عمال الإنقاذ. رانا أبي جمعة. ينتشلون من تحت الأنقاض ليواروا الثرى بما يليق بالإنسانية بحدها الأدنى، هو حال أهل محافظة صعدة الحدودية منذ أكثر من شهرين على بدء غارات التحالف السعودي على اليمن. الأخير أعلنها منطقة عسكرية، فيما أعلنتها السلطات المحلية منطقة منكوبة، والعنوانان يصحان مع سقوط المزيد من الشهداء والجرحى وتعميم الدمار. ألا تفارق الطائرات السعودية سماء اليمن فهذا ليس بجديد على المواطن اليمني، ولكن أن يمنع من انتشال الجثث وإسعاف الجرحى فهذا ما يدعوه إلى الاستغراب والاستهجان. تحت الركام هذا، تحت البيت هذا، وهنا هناك شهيد خرجناه الصبح من هناك، الشيول كان يشتغل أول مرة نخرج الشهداء بعدها ضربنا الميق والتحليق فوقنا مستمر. وقد استهدفها الطيران أكثر من مرة، حاولنا الإنقاذ في المرة الأولى فاستهدف المنقذين. والله لا يرضى لا الله ولا رسوله ولا بشر ولا مسلمين، والله حرام حرام. عوائل في داخل البيت هدوا عليهم بيوتهم، لا حد الآن تحت الأنقاض، لماذا؟ ماذا فعلنا بهم؟ هو سؤال قد يبقى معلقا نتيجة تعقيدات السياسة، هو واقع مرشح ليصبح أكثر قساوة على الشعب اليمني مع استمرار غارات التحالف السعودي والمواقف الرافضة لمؤتمر جنيف كلقاء مصالحة والإصرار على اعتباره تشاوريا لإعادة الشرعية فقط، ما يعني العودة إلى المربع الأول ومواصلة الحرب. الشارع اليمني رحب بقصف المواقع السعودية بصاروخ سكود ردا على الغارات المتواصلة على البلاد. فرح الشعب الكامل لأن احنا ردينا بقوة وأقوى من ما تصوروا، وهزينا كيانهم. صواريخ سكوت هذا يعني زادني شدة وبأس وفخرا واعتزاز. فصل من فصول الرد، الرد يمكن يتكون من 100 فصل، هذا غير يعني فصل واحد من 100 فصل. احنا قادرين على ضربهم، وإنما لدينا الرحمة، فردتنا الرحمة بس. أقول لك من حقنا أن نضرب صواريخ أو بالطائرة أو بأي شيء مثل ما هم يضربوا علينا ويقتلوا أطفالنا ويقتلوا نساءنا ويقتلونا. شعرت أن هناك شيء يرد على هذا العدوان ويقف عند حده، لأنه يعني تمادى يعني كثيرا. وسوف نرد بإذن الله بأقوى وأقوى إن شاء الله بإذن الله. صاروخ سكوت الله قدر من مضرب بإذن الله، لو نذوقكم المر. الأسرة آل سعود، الشعب السعودي هم أخواننا، هم مظلومين مثل ما احنا مظلومين تحت الأسرة الظالمة هذا. وإن لا زالت قوتنا موجودة بعزيمتنا بقوتنا بإرادتنا سوف نحقق أكثر، وهذا جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الموجودة. الجاهزية والحكمة والبعد العسكري ظهرت جليا من خلال استخدام صاروخ سكود ووضع منصة الصواريخ على الحدود اليمنية السعودية. هذا ما يزيدنا قوة وثبات، وإن شاء الله نحن منتصرين ونقاوم حتى 100 سنة مش خلال 70 يوما. الجبهة الداخلية مدماسكة وإحنا مع الجيش قلبا وقالبا ونحن مستعدين ندعم بكل شيء إن شاء الله. كلنا الجيش، كلنا الجن شعبي، كبيرنا صغيرنا، ونحن معاهم بالمال والروح وبإذن الله منتصرين.
مع استمرار الغارات والقصف على اليمن يزداد الوضع الصحي سوءا ولا سيما في ظل الحصار المفروض على البلاد. محافظة عدن كغيرها من المحافظات اليمنية تعاني على صعيد القطاع الصحي. وضع صحي كارثي تعيشه محافظة عدن جنوب اليمن، فمن لا يلقى حتفه من اليمنيين من جراء القصف بات يلقاه بسبب غياب العلاج ونقص الأدوية وانتشار الأوبئة. عوامل عدة تسبب مأساة القطاع الصحي، من الحصار المفروض على البلاد إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافية إلى أزمتي الوقود والكهرباء، وأيضا بسبب نزوح الأطباء من مناطق التوتر. الأطباء مهمتنا مهمة إنسانية، نحن نتعامل مع الإنسان كشخص أي كان، نزحوا إلى مناطق أخرى وأصبحت كل مناطقهم أو كل الأماكن اللي يشتغلون فيها خالية من الأطباء. نشد كل النازحين الأطباء إلى مواكبة أعمالهم وإلى تقديم خدماتهم الصحية وبالذات الجانب الوقائي. أوبئة جديدة تفشت في اليمن، حمى الضنك والملاريا باتت تفتك بصحة اليمنيين من جراء تراكم النفايات وانتشار البعوض والذباب وغياب الأدوية اللازمة للمعالجة. كل الأمراض هنا، التيفود، الملاريا، السل، حمى الضنك، أنا فيني حمى الضنك ذا الحين عيوني بايقرا حيل وكليتي، وكل الأمراض جميع الأمراض يا أخي بأمل أوساخ. لم يعد بيد أطباء اليمن حيلة، مناشدة المنظمات الدولية تقديم العون والمساعدة باتت نداءهم اليومي، فالوضع الصحي في بلادهم لا يزداد إلا كارثية ولا يتجه إلا نحو الأسوأ في ظل استمرار الحصار والغارات على التجمعات السكنية. ومن العاصمة اليمنية صنعاء تنضم إلينا الأمينة العامة المساعدة للاتحاد الوطني للإغاثة السيدة ليلى الثور. أهلا بك. بداية أسأل عن دوركم الذي تقومون به، لو تشرح لنا أكثر وكيف تعملون في ظل هذه الظروف الآن القائمة في اليمن. أهلا وسهلا. طبعا احنا كمنظمات إغاثة بنسعى بكل ما نستطيع إلى توفير الأدوات والأشياء الإغاثية للجرحى والنازحين، ولكن الإشكالية لدينا هو أن الكثير من المواد خاصة الأدوية غير متوفرة بشكل كبير، كما أن العدوان، الملاحظ أن العدوان لا يسمح بدخول الأدوية إلا ما دخل عن طريق المطارات كما حدث في مطار صنعاء، ولكن حتى هذه وهي تدخل بكميات بسيطة مقارنة بحجم القتلى والجرحى والاحتياجات للمستشفيات، يقوم العدوان بمنعها حتى من النزول كما حدث بالأمس من منع الطائرة الإغاثة التي جاءت من الأطباء بلا حدود. فبسبب هذه التحركات وهذه التصرفات من العدوان نحن متأكدون أن عدد القتلى بالفعل يزيد يوما بعد يوم، خاصة مع استمرار عمليات القصف كما حدث بالأمس. يوميا هناك ما لا يقل عن 6 إلى 5 إلى 6 غارات تحدث داخل العاصمة صنعاء، أيضا ما حدث قبل أيام قليلة من قصف لمقر القيادة العسكرية في العاصمة صنعاء أدى إلى إبادة وتدمير لمنطقة سكنية كبيرة جدا، بالإضافة إلى كل من كانوا موجودين داخل مبنى القيادة نفسها. طيب دعينا ندخل أكثر إلى خضم أعمالكم، كيف تتحركون الآن، كيف تقومون بما تقومون به مع كل هذه المعوقات التي تفضلت حضرتك بذكرها، لو تشرحي لنا أكثر كيف تقومون بتوفير ما توفرونه ومساعدة اليمنيين بشكل عام. بالنسبة للمواد الإغاثة بالطبع نلاقي صعوبات كبيرة في إيصالها للنازحين، خاصة وأن أغلب الطرق يعني تم قصفها. نعم. أيضا هناك الكثير من السيارات التي تتحرك للإغاثة ويتم قصف هذه السيارات أيضا، حتى النازحين يتم قصف السيارات النازحين خلال هروبهم، يعني إجرام أكثر من كونه إجرام، يعني لا يمكننا وصف هذه المجازر التي يقوم بها العدوان. أيضا لدينا الكثير من أماكن النازحين كما هو الحال في العديد من المدارس التي قمنا بتجهيزها لاستقبال النازحين، يقوم العدوان بقصف
هذه المدارس أي أو المناطق المحيطة بها، مما يؤدي إلى حدوث أيضا جرحى وحدوث حالات كبيرة من الرعب. لم نعد نجد مكانا آمنا بإمكاننا أن نضع فيه هؤلاء النازحين، أي أن العدوان يسعى إلى عمليات إبادة لهم سواء في مناطقهم أو في المناطق التي يقومون يعني نجهزها لنزوحهم. أيضا لدينا الآن إشكالية كبيرة وهي في توفير المواد الغذائية. المواد الغذائية يعني صعب جدا أن نوفرها لهذا العدد الهائل من النازحين. لدينا يعني النازحين لن ليس كما يشاع في بعض القنوات أنها بالآلاف. هل لديكم إحصائيات معينة عن أعداد النازحين؟ بإمكاني أن أؤكد لك أن ما لا يقل عن ثلثي الشعب اليمني الآن يعتبر نازح. نحن ذكرنا عدة مرات ورفعنا بها أيضا إلى المنظمات المختصة أن الشعب اليمني منه الكثير من بسبب عمليات القصف المستمر لكافة المحافظات. هناك نزوح كبير جدا من هذه المدن، خاصة المدن الرئيسية، ينزحون إلى القرى، وأيضا داخل المدن نفسها يتم النزوح من مناطق القصف من منطقة إلى أخرى، رغم أنه في الوقت الحالي لم يعد هناك منطقة يعني آمنة داخل أي مدينة كانت. يتم استهداف التجمعات السكنية أينما كانت، حتى تجمعات ذوي الدخل المحدود كما حصل في تعز عندما تم قصف اللواء 35، رغم أنهم كانوا يعلمون أن المنطقة التي كانت تحيط به كانت منطقة أهلها بسكان ذوي الدخل المحدود وهي صغيرة جدا. أيضا ما حدث في منطقة نقم، ولا زالت إلى الآن عملية استهداف هذه المنطقة رغم أنها أيضا تعتبر من أكبر تجمعات ذوي الدخل المحدود. أيضا لدينا ما تم بالأمس من قصف منطقة العرضي، وهي منطقة مستهدفة بشكل كبير من قوى التحالف مثل غيرها، ولكن نحن حذرنا عدة مرات أن هذه المنطقة هي قريبة جدا من مدينة صنعاء القديمة. بالأمس كان هناك العديد من البيوت صنعاء القديمة، وهي تعتبر موروث تاريخي كبير للبشرية بشكل عام. بالأمس كانت الضربات مؤثرة جدا في هذه المباني، وأيضا تأثرت بسبب الضربات التي حصلت في جبل نقم. الآن هذه المدينة مهددة وآيلة بالسقوط، الناس لا يمكنهم أن يعيشوا فيها، والآن نريد أن نجهز لهذه العائلات للنزوح إلى أماكن أخرى، وهذا هي يعني أعداد غير لا يمكن لأي دولة في العالم أن تستوعبها. أيضا الوضع الصحي هو كارثي كما بقية الأوضاع المعيشية. الأمراض الآن تنتشر، ماذا تقومون به من خطوات كي تحاولوا على الأقل الحد من انتشار هذه الأمراض مع هذه الإمكانيات البسيطة المتوافرة؟ نحن نحاول عمل العديد من المبادرات الشبابية ومن المواطنين أنفسهم لكي نقوم بالحد من عملية رفع هذه الزبائل من الشوارع. أيضا لدينا إشكالية كبيرة في هذا الجانب لأنه لا تتوفر مادة الديزل أو البترول بسبب الحصار الذي يفرضه العدوان على اليمن. لدينا صعوبة كبيرة في توفير هذه المادة، ولكننا نسعى بكل ما نستطيع. الكثير من المواطنين متعاونين في هذا المجال، الكثير من المنظمات المجتمع المدني أيضا تعمل بهذا المجال، وهناك الكثير من الجهود خاصة في المدن الرئيسية، ولكن لازلنا أيضا نجد صعوبة أن ليس كل المواطنين يعني لديهم القدرة على المساهمة في الدفع ما يمكننا يعني أو يعني من المبالغ المالية لكي يتم شراء مادة الديزل. خاصة الآن أصبح لدينا الدبة الواحدة من أول 10 لتر أو 20 لتر أصبحت قيمتها تصل أوقات إلى 10,000 إلى 20,000 ريال. هذا يعتبر صعب جدا بالنسبة لنا كمنظمات مجتمع مدني، وهناك صعوبة بالنسبة للدولة لتوفيرها بسبب الحصار الجائر. نعم، أشكرك كل الشكر الأمينة العامة المساعدة للاتحاد الوطني للإغاثة السيدة ليلى الثور، كنت معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. ومع استمرار الحصار والتجويع اللذان أضحيا يطاولان كل بيت يمني، يأتي التكافل الاجتماعي بين اليمنيين للتخفيف من تفاقم هذه الأزمة. تقرير أحمد زبيبة. يبقى التكافل الاجتماعي بين اليمنيين هو ما حد من تفاقم الوضع الإنساني، فها هي مجموعة معا لنحيا التي تضم مجموعة من الشباب والشابات، واحدة من العديد من الجهود الفردية التي تعبر عن مدى تكاتف الشعب اليمني، والتي صدت بدورها ضربات الحصار والتجويع. ك
كنا نريد أن نغيث الناس، فأتت الفكرة من إحدى الزميلات إنه إحنا كيف نبدأ نعمل مشروع إغاثة. فبدأت الفكرة صغيرة واجتمعنا نحن جميعا وعملنا لها آلية عمل. تسعى هذه المبادرة الشبابية إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من طائرات التحالف السعودي. نحاول كلنا نحن نساعد في جمع تبرعات، لأنه الآن مفروض أنه يكون هدفنا الأساسي يعني كشعب يمني نحن نتكاتف مع بعضنا البعض على أساس مساعدة النازحين، لأنه في حالة يعني اليوم النازحين في هذا المشكلة احتمال اليوم أو بكرة أو بعده نكون إحنا في نفس هذا الموقف. أنا أحد الشباب الذي حبينا المشاركة مع مبادرة مع النحياء لمساعدة المحتاجين المتضررين من الحرب. وانطلقت العديد من المبادرات الخيرية الأخرى التي تعمل على حل مشاكل الفقراء الذين تضرروا بسبب الحرب التي أدت إلى انقطاع أبسط مقومات الحياة عنهم. والله هذا من فاعل خير في المنطقة، هو يعني مشروع الخزان الوحيد في المنطقة هذه، هو عدة خزانات في بير الشايف، تبرع لها أحد رجال الخير وجزاه الله خير، هو الذي قام بشراء خزانات وتكفل بتعبئتها بالماء بمعدل 3 مرات في اليوم. ويجري توسيع النطاق التكافلي بين أوساط الشعب اليمني على نحو أكبر حتى يصل إلى كل منزل في المناطق المنكوبة التي تعرضت للقصف. معا لنحيا، رسالة يوجهها أبناء الشعب اليمني، ومفادها بأن لا شيء يمكن أن يقف أمام تطلعاته وطموحاته المستقبلية بالرغم من حجم الحصار وضربات التجويع المستمرة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، لقناة الميادين.